مهندس محمد بدر وهو احد مزارعي البطاطس، واحنا زي ما قلنا قبل كده موجودين معاكم في محافظه المنوفيه في ارض بتروى بالراحه وكمان في ارض سوداء. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ان شاء الله يعني احنا النهارده بنكمل كلامنا عن محصول البطاطس، واحنا بنتكلم تحديدا عن البطاطس اللي مزروعه في ارض سمراء زي ما احنا شايفين وبتروى بالراحه. عايز اعرف من حضرتك اسم الصنف ده ايه وايه مميزاته؟ حضرتك الصنف ده صنف بطاطس كوز الماني، بقالي حوالي دي تالت سنة أو رابع سنة بزرعها. البطاطس دي بصراحة مميزاتها إن هي محصولها جيد، في المحصول دي طبعا رقم واحد بيهمني. رقم اتنين البطاطس دي يعني برضو أنا شايف إن هي بتقاوم الندوة شوية، يعني عندي في أصناف تانية بزرعها برضو بتبقى يعني الندوة بتأثر فيها بسرعة، لكن الكروز ما بتشيلش ندوة بصراحة. يعني الكروز النهارده حضرتك شايفها اقل شويه في الامراض؟ اقل كتير في الامراض، مش اقل شويه، يعني هي بتحتاج غذاء عالي لكن هي في الامراض ما فيش امراض فيها كتير يعني. طب لو اتكلمنا النهارده عن متطلبات السوق المحلي، احنا بنتكلم على القطاع الصناعي تحديدا والشركات اللي بتشتغل في منتجات البطاطس المقليه او شرائح البطاطس، عايزين نعرف النهارده ايه المواصفات اللي بتهمهم، يعني ايه اللي بيخليهم يميزوا صنف عن الاخر؟ اللي بيميزوا صنف عن الاخر طبعا البطاطس تبقى النشا فيها قليل شويه، بيبقى نسبه صلابه عاليه شويه، بتبقى بطاطس نشا قليل ولا كتير؟ النشا بيبقى قليل فيها. يعني المتطلبات بتاعت شركات الشرائح البطاطس المقليه تمام، عايزه نشا قليل، عايزه نشا قليل طبعا طبعا، وصلابه عاليه ونسبه رطوبه اقل، ونسبه رطوبه اقل، فدي اهم حاجه بتميزها، على اساس كده تبقى هي البطاطس هي دي المطلوبه بالنسبه لهم. فالصنف ده شغال على طول دلوقتي، هو اللي شغال تصنيع دلوقتي، يعتبر هو رقم واحد في التصنيع بالنسبه لنا دلوقتي، بعد صنف تاني شغال معاه برضه لكن هو ده رقم واحد دلوقتي. اللي هو ايه بقى؟ الكروز، بطاطس كروز. اما الصنف التاني هو الاسينا رقم اتنين دلوقتي، وبعد كده بتيجي بطاطس الروزيتا. بس طبعا بطاطس الروزيتا عندنا بيبقى فيها مشاكل جامده، لان بقى عندنا بتبقى يعني المرض على طول فيها من بدايه ال 40 يوم او ال 30 يوم الاولانيه بتشيل المرض على طول. مع ان الروزيتا ديت كانت من الاصناف يعني اللي هي اصناف عاليه الجوده، وهي اللي كانت شغاله هي كانت رقم واحد طبعا رقم واحد، ولكن بقى لها دلوقتي سنتين او ثلاث سنين فيها مشكله جامده، مش عارف هي بصراحه من ايه بقى، يعني هل هي جايه من مثلا من بره فيها اصابه، هل طريقه الظروف الجويه العوامل الجويه بتاعتها اتغيرت بالنسبه لنا، انا يعني مش قادر احدد بصراحه. لكن احنا عندنا النهارده الصنف اللي احنا زارعينه النهارده دوت الكروز بصراحه صنف ممتاز. طب هو يمكن في شويه معاملات بتحصل على التقاوي بتاعه البطاطس، وقت طبعا الشتل، وقت يعني وجودها في الثلاجه اثناء الشتل كمان او بعد الشتل، يعني في شويه عوامل كده، هل احنا راعينا كل العوامل واكتشفنا ان حصل فيها مشكله؟ هي حضرتك المشكله تبتدي من البطاطس المستورده اللي هي بتجينا من بره نمره واحد، لان احنا ما بنزرعها في الفتره الصيفيه في العروه الصيفيه بتبقى محصولها اقل. يعني حتى نفس الكروز، يعني حتى النهارده حد حكى مثال مثلا بسيط جدا، ان لو البطاطس الكروز النهارده يعني لو محصولها الشكاره في الصيف في العروه الصيفيه، مش العروه اللي احنا حضرتك بنتكلم فيها ده، العروه الشتويه، احنا لما بنيجي نزرعها الشكاره بتاعت الكروز بتوصل 700 ل 800 كيلو في الشكاره. اما بالنسبه لبطاطس الروزيتا بتبقى من حوالي 350 ل 400 كيلو. فطبعا انا النهارده هنا يعني بختار البطاطس اللي هي هتديني محصول، اللي انا كده كده بصرف وبكلف على الارض. فدي نمره واحد. نمره اثنين، اما طبعا في الثلاجه العوامل طبعا انا بضطر ان انا اراعي بمشي تبع التوصيات اللي بتجيلي او تبع النشره اللي بتجيلي، ان انا امشي ارش مثلا بكذا في الاول او اعفر بكذا او اخزن، طريقه التخزين بتاعتي تبقى صح في الثلاجه، وبعد ما تطلع من الثلاجه برضه طريقه التخزين بتاعتي برضه اللي هي في النواله بتاعتي او في المكان بتاعي اللي انا بخزن فيه برضه براعي نفس المواصفات اللي بتجيلي. لكن يعني حضرتك برضه بتزرع عشان تدي شركه دي طالبه مواصفات طبعا، فالمواصفات دي هي اللي لازم هتمشي عليك، سواء بقى كان محصولها قليل ولا كتير، لكن هو الصنف ده هو اللي عايزاه الشركه. بالظبط كده، انا بزرع الصنف اللي هي الشركه اللي عايزاه دلوقتي، لان طبعا حضرتك الظروف اللي احنا كنا فيها من حوالي 3 أو 4 سنين بالذات، ان انا يعني انا كمزارع اتضريت يعني حتى بعد الفتره اللي فاتت دي كلها، وزرعت اصناف ثانيه في العروه الصيفي في العروه الشتوي مفيش تصدير فيها طبعا، التصدير طبعا كان واقف، ودي مشكله يعني طبعا ممكن تجيب انتاجيه كبيره لكن ملهاش اطمار في المصانع، ملهاش اطمار في المصانع. وفي عندنا اصناف شغاله كويس في البطاطس، بس المشكله ان مفيش عليها تصدير، يعني ما فيهاش لا بتروح المصنع ولا بتتصدر، بتسوق سوق محلي، وطبعا السوق المحلي طبعا حضرتك انت عارف ان الدنيا النهارده مش مستقره، مفيش استقرار بالنسبه لنا، فانا بضطر طبعا ازرع الصنف اللي هو هيروح المصنع، اللي هو هيديني انتاجيه عاليه رقم واحد، اللي هيروح المصنع ان انا هعرف اسوقه، يعني هو اللي يتقبل في المصنع رقم واحد،
ورقم اتنين نشوف الموضوع الانتاجيه. يعني اذا النهارده احنا المتنافسين عندنا فيما يخص زراعه البطاطس للاغراض الصناعيه الغذائيه بتاعت الشركات البطاطس بتاعت يعني شركات البطاطس بانواعها عندنا صنف روزيتا تمام، وعندنا صنف ايه تاني؟ الكروز. الكروز وصنف الاسينا. والاسينا في اصناف جديده بقى بس حضرتك ممكن تكون مش عندنا هنا في محافظه المنوفيه. اه يعني في اصناف ممكن برضو بتروح للتصنيع ولكن هنا مش عندنا في المنوفيه. يعني اذا الاصناف اعزائي المشاهدين اللي بتتحكم فيها الشركات صناعه البطاطس المقليه بتشترط فيها موضوع النشا، نسب الرطوبه دي اهم، ونسب نسبه الميه، يعني نسبه الميه في الثمره وكمان نسبه النشا ونسبه صلابه الثمره، هم دول اهم ثلاث عوامل. انا النهارده مضطر ان انا البي رغبات هذه المصانع سواء كانت الانتاجيه مرتفعه او منخفضه، انا لازم الاول البي لهم مواصفاتهم الاول عشان يقبلوا مني الشحنه. فانا بفاضل بين الاصناف حسب الانتاجيه بتاعتها الاعلى، لكن اي صنف اختاره لازم يكون له علاقه بالمواصفات اللي طلبها مني الشركات. طبعا ده غير الكلام خالص عن البطاطس اللي هتنزل سوق محلي. انا في الحاله دي بدور على الانتاجيه، بدور على انه اللي تديني كميه اكبر، لكن لما بكون بتكلم عن بطاطس رايحه مصانع انا الاول بلبي المواصفات، رقم اثنين بشوف اعلى انتاجيه واقل مقاومه يعني اكثر. طيب يعني هل الصنف روزيتا النهارده حضرتك بتزرعه من اجل المصانع ولا انت ليك برضه امل في موضوع التصدير؟ لا هو صنف روزيتا حضرتك المصانع مصانع شغال مصانع، انما هو مش بتاع تصدير خالص. لا مش بتاع تصدير، لا يعني هو مش بتاع تصدير، هو تصدير بقى ممكن يكون شيبسي يعني منتج كامل النمو، منتج تام يعني منتج تام المصنع يعني حضرتك يعني قصد ان احنا نصدره كمنتج نهائي. منتج تام ممكن تام نهائي هم بيصدروا بقى دي بتاعت الشركات، انما بقى. مش دي بطاطس التصدير. لا مش دي بطاطس التصدير لا. جميل، يعني انت مش هتفرق معاك قوي موضوع الاعفان البنيه والحاجات دي؟ لا مش فارقه معايا طبعا. لا هي فارقه معايا لو زرعت بعد كده اصناف، ممكن برضو يعني لو زرعت اصناف بعد كده للسوق المحلي او للتصدير هتفرق معايا طبعا. وطبعا في حاجه دلوقتي يعني البطاطس عندنا نزل، يعني كانت من قيمه 15 يوم كانت بثمن حلو، دلوقتي نزلت بقت ب1000 ونص دلوقتي. طبعا احنا عندنا كميه كتيره، عايزين يعني عاوزين بابي يستورد البطاطس دي. احنا بننتج، احنا عاوزين نوقف الدوله، احنا بننتج ليل ونهار، احنا واقفين الارض. بس هي هو السؤال هنا برضو حاجه يعني المهمه بقى، يعني مستلزمات التصدير او شغل التصدير يعني بيبقى له نظام تاني. مش مسؤوليتي يا باشا. يعني لا بيبقى له اصناف معينه. اصناف بعينها. معينه يعني ما اعتقدش التصدير هيشتغل معانا مثلا من جيل تاني، يعني التصدير لازم تشتغل من جيل اول. طب ما يا باشا دلوقتي انا دلوقتي بتلقى اي اوامر من الحكومه ان انا ازرع الزرع بتاعي والحكومه بتاخده ثمن حلو يعادل اسعار التقاوي الكيماوي، المبيدات اللي زادت، الكيماوي اللي زاد، كل حاجه زادت يا باشا خالص. وحاجات طبعا مهوله. احنا كنسبه الفلاحين احنا بقى سيادتك دلوقتي احنا اضعف نقطه في 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 في, في الدوله. الفلاح ده تعب 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 تعب، مفيش توجيهات من الحكومه لنا، الزرع ما بيجيبش انتاج، ملهاش دعوه مفيش ارشادات خالص لنا خالص يا باشا، ارشاد مفيش خالص. يعني احنا في قناه مصر الزراعيه والله بنحاول يا حاج، يا ريت تنزلوا وتعرفوا. يعني احنا يعني انت بس تابعنا في القناه هتلاقي عندنا برامج ارشاديه يعني بتعوض نوع من انواع العجز في الارشاد الزراعي. واحنا كمان مقدمين خدمه في برنامجنا ان احنا باذن الله اللي عنده اي مشكله في الزراعه محتاج فيها مهندسين، احنا بالتعاون مع شركه فارماسيوتيكا بنقدم الخدمه ديت. حضرتك هتطلب يعني هتعمل بس لايك على صفحتنا على الفيسبوك او تخلي اي حد يعني من 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 حبايبك من الشباب اللي موجودين هم كلهم عارفين معاهم فيسبوك ومعاهم انترنت في التليفونات. يا ريت يا باشا، يا ريت يا باشا. هتطلب بس انك عايز مهندس، احنا اتفقنا يا جماعه مع شركه فارماسيوتيكا وفعلا يعني الكلام ده بيتنفذ. النهارده مجموعه اراضي مثلا انتوا اربع خمس تحواض عندكم مشكله محتاجين مهندس، مجرد ما تبعتوا لنا على الصندوق رسائل باذن الله شركه فارماسيوتيكا تعهدت انها هتنزل مهندس للمنطقه دي يشوف المشكله ويحاول يعالجها لكم باذن الله على ارض الواقع. طبعا يعني احنا بنحاول نقوم بالدور ده عشان نسد العجزه شويه في موضوع الارشاد الزراعي. طبعا الخدمه دي هنقدمها بالتعاون مع قناه مصر الزراعيه وان شاء الله خير. يعني تابعونا على الصفحه، اللي محتاجين مهندس هنبعت لهم مهندس باذن الله، يعني اطلبونا بس في الصفحه. طيب خليني اعرف من حضرتك برضو الاصناف اللي ماشيه السنه دي. الاصناف اللي ماشيه السنه دي انت زارعين روزيتا هنا مش كده؟ زارعين روزيتا. حلو. روزيتا كويسه السنه دي، حلوه. حلوه يعني انتاجها حلو، هي باينه انتاجها حلو. احنا لسه ما بداناش في المنطقه، يعني هنا في المنوفيه طبعا ما بداناش لسه التقليع يعني.
قدامنا لسه. بس انت اكيد في علامات حيويه. آه لا لا الزرع قدام حلو كويس. يعني طبعا الزرع بدا زي ما ستك شايف اهو، بدا دلوقتي يدي الحبايه تحت. العرش بتاع زرع بيقل بيدي الحبايه من تحت طبعا، وهي يعني مبشره حلوه جدا جدا. بس الاتمان يا باشا اللي احنا بنعاني منها وعايزين بس يعني عايزين من الحكومه تساعدنا في انها تصرف البطاطس ديت حتى تخف عنا شويه، حتى الثمن يرتفع، حتى بان يعني تجيب مكاليف، تجيب يا باشا مكاليفها دلوقتي. ما هو يعني يعني في ظل الاصلاحات الاقتصاديه اللي بتحصل والقرارات الاقتصاديه الصعبه اللي يمكن كلنا مع بعض يعني بنحسين بيها، لامسينها يا باشا، لامسينها كلنا المصريين كلهم، ظروف الدوله لامسينها. بس يعني ظروف الدوله لامسينها. لكن بس انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا. اتفضل. الفلاح اذا وصل لمرحله انه يخسر مش هيزرع، واللي الفلاح مش هيزرعه هنستورده من بره بالدولار. سليم. يعني انا ممكن الفلاح يتعامل معانا ويدفع ثمن الاصلاح زي ما كلنا بندفعه عشان بلدنا تقف على رجلها، ده صحيح. الفلاح يشيل معانا لان هو مصري زينا برضه، لكن ما نوصلوش لدرجه انه يخسر. هو اذا خسر مش هيزرع تاني، واذا ما زرعش هنستورد بالدولار. اتمنى يا رب ان الدوله تستوعب ده، اتمنى ان الحكومه تستوعب ده. يا ريت ما نوصلش الفلاح لمرحله انه يخسر. ده مش دور وزارة الزراعة لوحدها، وزارة الزراعة بتوفر تقاوي، توفر إرشاد، توفر جمعية زراعية، توفر مبيدات، لكن موضوع التسويق ده موضوع حكومة، ده موضوع وزارة التموين، ده موضوع غرف تجارية، ده موضوع ملحق تجاري في كل دولة طبعا لكل قنصلية وسفارة. النهاردة يعرض المنتج المصري ويحاول يفتح أسواق التصدير. الفلاح بتاعنا بكرر إذا خسر مش هيزرع، وإذا ما زرعش هنستورد أكلنا بالدولار من بره، واحنا ما عندناش الرفاهيه دي. يعني ما عندناش الرفاهيه دي، فما نوصلش الفلاح لمرحله انه يخسر. ما يكسبش كتير، يكسب بهامش ربحه قليل، انما يخسر لا، ما ينفعش الفلاح المصري يخسر ابدا. طب يا باشا عند نقطه بعد اذنك. اتفضل. احنا جينا من قيمه شهرين امنا للبطاطس اللي حجينا من بره. امنا يعني تامين، انا بامن على فدان 2-3 10. يعني بتدفع عربون التقاوي قصدك؟ يعني عربون التقاوي طبعا. كويس. وبيحدد لي النسبه اللي هي جايه. كويس. دلوقتي بيقولوا لنا بان تلت التقاوي اللي جاي، يعني انا مثلا مامن على طن، الطن ده انا عامل حساب ان انا هزرعه في مساحه، بفضل مساحه، بسبخ، بعمل كل اللي عليا واللي على الله على الله. وفاجئ طبعا يا باشا دلوقتي الاقي قال لي تلت الكميه اللي جايه، تلت الكميه اللي جايه، انت مأمنني على طن، هتديني تلت طن؟ برجع انا للسوق السوداء، السوق السوداء بيتحكم فيا طبعا. وهنا طبعا ان احنا ناس فلاحين، احنا عاوزين نشتغل، عاوزين ننتج، عاوزين نكمل الدخل بتاع بلدنا، مش عاوزين نستورد من بره حاجه، احنا عندنا ما يكفينا، عندنا ارض مصر ذهب. ارض مصر ذهب. بس فين المساعده؟ مش في مفيش. ارجع الاقي دلوقتي اما الجمعيه توقف لي في الصرف الكيماوي، بترجع تاني توقفني مثلا في التقاوي. ابقى انا عامل حساب ان انا هزرع مثلا 5 فدادين الاقي فدان واحد اللي جاي لي، مش معقول كده. يعني انا اتمنى ان الدوله تقوم بدورها، لان في تقصير اتجاه الفلاح المصري، في تقصير حقيقي اتجاه الفلاح المصري. احنا في قناه وسط الزراعيه صحيح بنتكلم، صحيح احنا تابع وزاره الزراعه، لكن احنا حاسين الفلاح اكتر واحد، احنا اللي بننزل له الارض، احنا اللي سامعين منه. التقصير مش من وزاره الزراعه يا جماعه، في تقصير من جهات كتير. وزاره الري فيها مشاكل، يعني الفلاح يمكن هنا في المنوفيه بيروي بالراحه وما عندوش مشكله، لكن في اماكن تانية فيها مشاكل في الري، دي مش مسؤوليه وزاره الزراعه. مشاكل التسويق دي مش مسؤوليه وزاره الزراعه. مشاكل فتح اسواق تصدير دي مش مشكله وزاره الزراعه. يعني الدولة على بعضها كده لازم تقف مع الفلاح. وزارة الزراعة مش هي كل حاجة، وزارة الزراعة وزارة إنتاج وبحث فقط. إنما اللي الراجل بيتكلم فيه ده محتاج تكاتف جهات تانية. أرجو إن إحنا في وسط الإصلاح وفي وسط الدوشة اللي إحنا فيها وفي وسط المشغولات اللي إحنا فيها ما ننساش الفلاح. أوعى ننسى الفلاح، والله العظيم لو نسيناه هنستورد أكلنا بالدولار، وإحنا ما عندناش لا نملك هذه الرفاهية. الفلاح بتاعنا لازم ما يخسرش. حطوا الكلام ده في دماغكم. يعني اتمنى ان كل مسؤول النهارده بيتابعنا لازم يسمع كلام الراجل ده ويسمع كلام الفلاحين. عندهم مشاكل حقيقيه، عندهم مشاكل، يا ريت نقف معاهم. بشكر حضرتك جدا.